يمثل دائما المعلم منظومة فرعية من في الأدوار الصفية، أكيد كنظام بيتحمل مسؤولية أدوار كثيرة سواء كانت داخل الصف أو خارجه في حوش المدرسة. ومن أجل تحقيق كل هذه الأهداف ومن أجل تحقيق أهداف كبيرة وفق فلسفة، أكيد فلسفة المجتمع طبعا أكيد وتوجهاته، حنعرف الكثير مع ضيفتنا داخل الاستوديو ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية، متواصلين معكم برنامج الصحة والأسرة، ووصلنا لفقرة ضيف مميز. ضيفتنا اليوم المميزة هي الأستاذة هند عبد الرازق، مديرة مدارس التأصيل الخاص. أهلا بك وسهلا بأم الورى. بأم القرى، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أول شيء أشكرك كثير ناهد بشير والتيم العامل كله وعلى استضافتكم لي، وأرجع للبداية نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الله يخليك. المعلم أستاذة هند هو أكيد محور العمل في المدرسة. بالتأكيد المعلم ركيزة لتقدم الأمم وسيادتها. نحن نظرتنا ذات من المعلم، نحن ما كنا طلبة. نعم. نظرة بتاع التقدير والتبجيل، لأنه هو صاحب رسالة غيمة، رسالة مقدس عديل. يعني نعم. أنا بعتبر المعلم ده نعم. مقدس. نعم. لأنه المهمة اللي هو بيقوم بها ما سهلة. نعم. هو بينمي في أجيال. نعم أكيد. في أمم. صحيح. صحيح. وإن شاء الله نبقى نحن من الناس بإذن الله نقدر نقوم الجيل اللي يكون صالح بإذن الله، ويرفع من مستوانا ومستوى السودان عامة، ونكون من الدول المتقدمة بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دور المعلم طبعا أكيد كبير في المدرسة ولا يقل أهمية عن دور الأسرة في البيت، ولكن هل نقدر نقول المعلم هو فقط عليه أنه يربي الأبناء داخل المدرسة تربيتهم تأديبهم، ولا البيت له طبعا دور كبير في ذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد البيت، نحن من غير البيت ما بنقدر نعمل حاجة. يعني المعلم أنا بقول أول شيء يكون مظهره سلوكه غدوة للطالب ده. نعم. دي أول يعني أول حاجة إنه يكون هو غدوة للطالب. بعد كده يعني التربية قبل التعليم. نعم. يعني أنت بتقوم الطفل ده، بعد كده بتوجهه. نعم. بتشجعه للمذاكرة في الحصة ذاته. أنا مثلا الناس ما بدي في الحصة، حسيت الناس ما فهمت، بغير أسلوبي. نعم. عشان أقدر أوصل المعلومة دي للطالب. بحفزه. نعم. أدخلهم في مسابقات عشان شنو أرفع من معنوياته وأشجعه للمذاكرة والقراءة إن شاء الله. لكن الدور الأكبر طبعا للبيت، يعني زي ما قلت لك إنه من غير البيت ما نسوى حاجة. نعم. لأنه في النهاية طالبنا إحنا من حصة لحصة. يعني الوقت اللي هو بيقعد معانا. نعم. وقته مليان، يعني الدور الأكبر في البيت. صحيح. يعني الأسرة لها أثر ما عادي، وأنا بقول لهم النجاح من المدرسة لكن. نعم. التفوق من البيت. يا سلام. أي والله كلام جميل. الله يخليك. يعني المعلم هسي ما هو ناقل بس للمعلومة أو حلقة وصل بين الكتاب وبين عقل الطالب. نعم. يعني دوره كبير جدا في تربيته حتى للطالب اللي هو أمامه وتقديره لنفسياته. بالتأكيد. لظروفه. نعم. يعني ممكن الأستاذ يقوم الطالب وربما يكون سبب في تقويم أسرة كمان. نعم. لأنه هيمشي البيت، يعني الطفل من هو صغير في الروضة بيقولوا له لو ما غسلت يدك ما تأكل. أول ما يلاحظ دابوه أو أمه جات قاعد تأكل يقول له يا ماما أنت ما غسلت، أو يا بابا أنت ما غسلت يدك. ما قلت بسم الله. نعم. انت همنا، لكن ما بقول إنه مثلا الله الحمد لله وربنا يدوم نعمة وكلام هنا، يعني. نعم. بنبه والديه بالحاجات دي، ودي بنلاحظها دائما نحن من أولياء الأمور، هم البيو بيبعدونا الكلام ده. أيوه. نعم. بقول لك يعني الطفل بينبهنا إحنا لو ما عملنا الحاجة دي. نعم. أها. وإن شاء الله ربنا يقدرنا والله يا إن شاء الله. الله يخليك. كلامك جميل جدا من ناحية إنه هو المعلم بيربي أو بيأدب، لكن من الكثير يعني إنه في معلمين ممكن يتخرجوا من المدارس أو يتخرجوا من الجامعات وبيكونوا معلمين، هل بالضرورة إنه يكون هو خريج كليات التربية؟ يمكن أنا والله بقول لهم المعلم هو يحب يعني يحب التدريس. المعلم لو ما حب التدريس وحب المادة ما بيعدي. يعني ربما يكون يجي من كلية غير كلية التربية. نعم. لكن يعني ما في إشكالية. أيوة. هو والله ممكن يكون مميز، وأنا عندي والله عندي مجموعة ما شاء الله يعني مميزة
انهم هم كانوا من كليات سبحان الله، لكن حبهم للتدريس ورغبتهم في انه يقدموا حاجه نعم. هم خلتهم نجحوا ما شاء الله كمعلمين نعم. لكن ما بنفقد يعني ما بنفقد ناس كليه التربيه، طبعا ناس كليه التربيه أيوة. دورهم اكيد أيوة كبير نعم أيوة. جميل جدا. وده بيقود لانه المعلم لا بد انه يكون هو ذاته زي ما ذكرت انه يكون مؤهل، يعني مؤهل لانه غير انه هو يكون بيحب المهنه يكون هو ذاته مؤهل لتدريس هؤلاء الطلاب. يعني الطالب بيحرجك نعم، يعني ممكن يسألك سؤال وانت تكوني ما عارفه، انت لو ما كنت متمكنة في مادتك نعم تدخلي في احراج قدام الطالب. بجد يعني الطالب ده ذكي جدا شفتي نعم. يعني ممكن انت بتحلي لك في مساله غلطتي لك في جمع ولا ضرب زي ما بيقولوا هو ما بتفوت عليه صحيح، هو اللي بينبهك يا استاذه نعم ايوه الحاجه دي انت جميل انت بتعجبك لانه بيحسسك بحضوره كيف يعني آه كيف طبعا انه منتبه معايا الحمد نعم. لله نعم جميل جدا يحلي. جميل جدا. احنا الان بنفتقد في بعض المدارس ويمكن هلع صايب كثير من الاسر في الطالب ذاته. زمان كان احنا عندنا الجرس بتاع المدرسه بتاع الطابور الصباح، الناس كنا واحنا صغار يعني بنتشوق لو فاتنا الطابور ده بنزعل. هسه الطالب يخاف من طابور الصباح لانه بيقولوا بيسالوا فيه من المصاريف من القروش من نعم. لا 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 كيف يكون يعني جاهز اصلا يعني انت حتى نحن بالنسبه للرسوم دي اول شيء بيجيك ولي الامر ما له علاقه حتى لو في ايوه حتى لو في اتصال بيكون المشرفه بتاعه الترحيل مع ولي امره حتى خارج. لو اضطرت أسوأ حاجة هي بتسلم ورقة بتقول له سلمها لوالدك مقفولة أيوة لكنه بيفهمها إنها هي قروش بتأكيد. يعني بتفتكري أيوة بتأكيد. بتأكيد. عشان كده الولي يعني ولي الأمر أنا بقول لهم لو كان حريص على الحاجة دي يعني أنت مجدول له برنامج نعم انت يوم كذا عليك رسوم مفترض تسددها نعم. يعني لو كان جاء بتفاداك من حاجات كثيره صحيح. ما بيدخلك فيها ما او يدخل طفله ده مسكين في احراج زي ده يقول لك والاحراج حتى في الفصل ما حلو قدام الزملاء يعني ديل دافعين وديل ما دافعين يعني واحد والله بصراحه بخش في نفسيات طبعا اكيد ظروف الناس الصعبه بتقدروها مش كده بالتاكيد انت كيف تصليني انت اللحظه اللي وصلتيني انا بعد ده ما هنا لكن بزعل وين اذا انت ما جيتي يرسلوا لك يتصلوا بك ده كله انت ما تعبريهم ولا تجي عليهم نعم هذه فعلا بتزعل بالذات طبعا عندنا المحاسبات يعني هذه نعم. يعني بتزعلهم شديد انه عدم اهتمام من ولي الامر نعم هو بخليهم يضطروا انه يرسلوا ورق والحاجات يعني زي ورق حاجات ما جميله نعم لكن نتمنى انه كل ولي امر يعني انا بناشده في الوقت الحالي انه هو يكون اتصاله بالحسابات ما يدخل الطالب ده نهائي انت عندك جدول هدوك له مواعيد معينه لتسديد رسومك انت تسددها لانه احنا من غيرها ما بنمشي المدرسه نعم احنا اصلا هو رسومهم دي هي ماشيه بها المدرسه يعني صحيح ما صحيح. نقدر من غيرها يعني مثلا برانا نقدر نعمل حاجه جميل ودي فرصه يعني والله جميله يا ناهد انه نحن ذاتنا نناشد بها اولياء الامور عشان يدخلونا من الاحراج مع الطالب ده والله صحيح. الله يخليك جدا من راعي تسلمي والله جزاك كذا الحاجه دي يعني تسلمي والله الله نعم. يخليك وحتى حكايه انه يطلعوا لي لا انت ما تقعد في المدرسه اطلع عشان ما جبت الرسوم برضه من الحاجات المجاميله بتمنى فعلا المدرسه توقف الحاجه دي يعني والله فعلا نعم. دي حقيقه والله لكن انت مرات بظهور بتضطراكي هو زي ما قلت لك انك ما تسالي نعم. بس جبتي شعبك ده وخطيتي يعني للاسف وما اقول لك ما في اسرك بالطريقه دي في نعم لكن سبحان الله يعني بس نتمنى انه نحن نتفادى الحاجه دي يعني نعم وان شاء الله من هذه اللحظه زي ما يقولوا انه ما نضطر ثاني حتى انه يدوه ورقه عشان يبلغ لي ولي امر يكون ولي امر هو حريص الحاجه دي ايوه طالما في ارقام تليفونات ولي الامر يتصل عليه مباشره ما سهله نعم ما سهله انت ما شاء الله نعم. عندك مدرسه نعم يعني نعم. هي بس هي سبحان الله حتى الحسابات عن طريق مبرمج عن طريق كمبيوتر تطلع لسته كامله للمشرفه نعم. هي عن طريقها بتوزع الورقه للطالب جميل. لكن يعني ان شاء الله بقول ان حتى دي نريح منها المشرفات يا حلينهم جميل الله يديك العافيه نطلع من الحسابات ونخش ثاني للمعلم ونرجع له ثاني والمعلم طبعا دوره كبير جدا داخل الصف الان هو من المفترض يعني انه يستعمل لغه الحوار خاصه مع الطلبه بيتعاملوا مع شبكه العنكبوتيه ومع وسائل التواصل بقى فهمهم عالي جدا يعني ما زي طالب زمان هل بيقتصر دوره المعلم على انه هو يكون متسلط او هو الامر الناهي في الصف ولا هو لازم يدي وياخذ مع الطالب ما هو زمان كان في متسلط يعني اسمع كلام الاستاذ خلاص اسمع كلام الاستاذ لكن الجيل ده جيل الحوار صح يعني انا حسب بقول لهم يعني انت عشان تصل للطالب ده صاحبه نعم تعال شوفه شوف مشكلته يعني تاكد انه هو حيصل يعني انا ممكن احكي لك قصه يعني حكت لي استاذه قالت مره هي كانت في كليه التربيه وطبعا عندهم 6 شهور بتاع التدريب في المدارس دخلت المهم فوجئت بطالبه كده منعزله كئيبه قامت نادتها مالك قالت لها انا اصلا ما نافعه قالت لها كيف ما نافعه؟ انت فيكي انا شايفه فيك طبيبه يا سلام والله زي كده نعم قامت البيت المهم بعد ده بقت 6 شهور اللي هي قاعده قالت هي كان
يعني ضماع عليها شديد. نعم. بعد 6 شهور طبعا ديك مشت كليتها وشاءت الظروف انها تخرجت واشتغلت وتزوجت وجابت لها طفله وطفل. الطفل اصيب بازمه. نعم. مره ماشيه المستشفى سبحان الله وهي داخله ما تفاجئ الا بواحده جايه جاريه: يا استاذه. قامت قالت لها: يا استاذه سميره. قالت لها: اي انت منو؟ قالت لها: انا الطالبه شفتي فيني الطبيبه. انا بقيت طبيبه. يا سلام. ايوه يعني في مواقف زي دي والله زي ما اقول لك يعني بس سبحان الله بنقول عليها نادره يعني ما كثير. احنا طبعا عايزين نزرع جوا الاولاد دي الثقه في نفسهم والثقه في تعاملهم وتوجهاتهم وافكارهم. يعني انا بفتكر انه المعلم المفروض يكون قريب جدا للطالب في حاجاته واحتياجاته ومشاكله. بعد المدارس ما في ارشاد نفسي او طبيب اختصاصي داخل المدارس. لا بيقى الزامي. بيقى الزامي. بيقى الزامي من وزاره التربيه والتعليم انه لازم يكون في متخصص علم نفس. نعم. يراعي لظروف الطالب النفسية ظروف الأسرية في البيت. أصلا سبحان الله دائما بتلاحظيها في الطلاب الضعاف يعني. نعم. إنك مشكلتك شنو. نعم. لكن أغلب المشاكل اللي بنرجع عليها بنلاقيها من البيت. نعم. يعني بيرجع ما بيلقى أمه ما بيلقى زول في البيت. نعم. رمى الشنطة. يعني ما بالضروره تكون يعني شغاله. نعم. ممكن تكون في البيت في مناسبات وزي ما عارفه مجامله السودان الكثيره. صحيح صحيح. يجي ثاني يوم رمى الشنطة نهاية اليوم وثاني يوم الصباح شالها وجا راجع لا حل واجب لا. نعم. وبكده تتردم عليهم مسكين. ظلم ظلم عجيب على الطالب. والذنب هنا بيرجع اولا وين؟ البيت لوري الامر. اي والله أي. يعني غاية بس ربنا بجد والله. هي طبعا رسالة توعوية احنا لازم نوجهها لكل ام بتشاهدنا الان في انها هي بصراحة لو عندها اي مشوار تأجله بعد ما يجي الطالب من او قبل هو في المدرسة قبل ما يجي. ايوه يعني قبل ما يجي. قبل ما يجي اول ما يجي تشوف الشنطه فيها شنو. صح. تشوف كل المطلوب منه بعد ذاك تطلع والله الحاجات دي كلها ملحوقه. انا بفتكر انه في حسي فئه كويسه على فكره بقت تنتبه للحته دي انه اولادها اول وبعد ذاك تطلع المجاملات بعد حتى بمناسبه وجبه الغداء حتى مهمه جدا بالنسبه لهم في البيت. صح. يعني ممكن هو غاش الدكاكين ياكل في الشيبسي وياكل في شنو لغايه ما يجي البيت. كريم ريتو كان شيبس. ايوه اسكريم ممكن ولا الحاجات اللي حاجات جعان يعني ممكن يكون ما فطر وبتحصل طبعا حاجات كثيره في المدرسه وده حتاثر عليه برضه. طبعا اكيد طبعا اكيد. اذا وجود الام في البيت اول الامر داعم اساسي لتربيه هذا الطالب. طيب نرجع برضه للمعلم وانا بقول انه المعلم هو طبعا دوره كبير بوصفك انت طبعا صاحبه مدرسه ركيزه ركيزه والله يعطيك تسلمي. المعلم يعني انا بفتكر انه من المفترض انه يدي مساحه للطلاب في الاجابات اللي بتكون بتخليه يكون بيعبر فيها. يعني السؤال بتاع فاهم السؤال ده ولا لا يقول لك لا ما تديه اسئله بتاعت الاجابه فيها تكون بنعم او لا. لا بد من انه تديه سؤال يكون فيه حريه التعبير عشان يتعلم الطالب المناقشه. لو لاحظت الجيل الفات ده ما عنده الحوار بتاع النقاش والكلام. تعلمنا في مدارس كلها اجب بنعم او لا يعني لكن لماذا وكده على اساس. انا بقصد حتى في المشاكل العاديه داخل علم المدرسه علم يعني نعم. دي ما بقصد في المنهج غير كده يعني حتى أيوة. في التعامل العادي. نعم يعني انا معاك فعلا كلامك صح لكن انا بدي اقول لك في مأساة ثانيه ويمكن ما في كل الاسر يعني انا ما اظلم فيها الاسر كلها. يعني انت بتيجي داخل البيت مثلا المساء تلقي الولد ماسك واتساب والبيت ماسك واتساب والام والابو ما في زول بيسال الثاني يعني ممكن يمر اليوم كله حتى ما اجي اسالك يا بنتي انت عملتي شنو ولا قريتي شنو ولا حصل عليك شنو في المدرسه. نعم. يعني عندنا مشاكل زي دي يعني حتى نحن عولمة دي ذاتها بقت لنا مشكلة. أيوة. نعم. استغلال بقى سيء. يعني حسب أقول لهم يعني حسب في الدول الأوروبية الموبايل ده ما بيستعملوه. نعم. لكن جابوا لنا إحنا أزهر. أيوة. يعني حتى أنت كل ما اضطريتي لشنو رسالة. صحيح. أصلا في النهاية عنده كم صاحب اثنين بخدمك. ما أكثر من كده استعمل هنا بقى أنت ممكن تجيكي في اليوم 100 رسالة. صحيح. يعني حد ما أقرأ 100 رسالة دي أو أرد عن 100 رسالة دي. صحيح. خلاص أنا ضيعت يومي كله وهنا الضحية منه ضحية الطفل ده. صحيح. بتمر عليكم طلبة يكونوا داخل الفصل إذا مثلا يعني عرف خبليه موبايل مثلا كده والسؤال جمنا الأستاذ ممكن يجاوب عبر جوجل يعني طبعا جاتكم حاجات زي دي حالات؟ طبعا نحن مانعين الموبايل في المدرسة نهائي عشان كده هو بخاف إنه يجيبه عشان ما يشيله منه يتحلم باقي اليوم يتحلم باقي اليوم. طيب يا أستاذ تسلم أستاذة هندي طبعا أكيد المعلم زي ما أنت ذكرتي هو دوره فعال جدا لكن كيف نخليه هو قدوة بسلوكه للطفل للطالب اللي بيدرس هو ذاته يكون قدوة كبيرة. تأكيد. أنا كأستاذ مفترض أي كلمة تطلع مني لو ما حسبت لما أطلعها ولا خطوة أمشي لها. نعم. لو ما أنا عرفت رجيدي حتتخطى وين لأنه أنا مراقب من الطلبة. نعم. أي سلوك أنت عملته في المدرسة الطالب ده هو
طوالي حي ما استاذ فلان عمل. نعم انا ده بالنسبه لي غدوه، انا لازم احاكيه. صحيح. طبعا من الماساه دي نحن بتقابلنا برضه، او نحن الحمد لله يمكن شبه اتوقفت اللي هي زي السيجاره. نعم انا ما اشوف استاذ واكب يشرب في السياره. نعم. طالب من بابه ولا يشرب. طبعا طبعا انا ده استاذي ده قدوتي. طبعا قدوه. ايوه اللي عزته بالله ولا الصعود. نعم نعم يعني بتكون قريبة. ايوه يعني ها دائما دي المآسي اللي بتحصل، يعني يكون شافه في البيت، شافه في الاستاذ، شافه المهم زول قريب له هو بعزه. نعم. خال عم. نعم يعني جميل جدا. يبقى هنا اكتسب شنو؟ سلوك سيء. سلوك سيء. ايوه جميل. طب ايه رايك نرتاح مع ميادة قمر الدين، نسمعك الاغنيه دي ونرجع ثاني كمان نشوف المعلم كيف ممكن يكون قدوه اكبر كمان في من خلال توجهاته للطالب، اكيد مهاراته، ومن المؤكد اكيد كل اهتماماته الغير اكاديميه. خليكم معنا نسمع ميادة قمر الدين، نرجع نتواصل معكم ثاني. Yeah.
تحياتي للفنانة مياد قمر الدين، وأهلا بكم وسهلا مرة ثانية أكيد، ومشرفانا داخل الأستوديو الأستاذة صاحبة مدارس التأصيل الخاصة بأم القرى أستاذة هند عبد الرازق. أهلا بكم مرة ثانية. أهلا وسهلا، تسلم إن شاء الله. كنا تحدثنا قبل الفاصل عن أنه اكتشاف المهارات والقدرات الجميلة غير الأكاديمية بالنسبة للطالب، كيف الأستاذ ممكن يلمح هذه المهارات ونشاطاتكم شنو في المدرسة؟ بالنسبة للأستاذ بينتبه للحاجة دي في كراسة الطالب، نعم، من خطه، من إجادته للرسمة، الرسمة نعم. المطلوبة منه، إن كان في اللي هو في الإنسان والكون، نعم، مسكننا. يعني عندنا مواد بيحتاجوا لأنه يكون فيها رسمة تابعة يعني مصاحبة للدرس، نعم، أهاب كده بتلفت نظره. يعني وعندنا طلبة مبدعين والله، وانا اتمنى انكم تزورونا وتشوفوها ان شاء الله. يعني نحن مستغلين، يعني مستفيدين بجد من الطلبه في عمل الوسائل. نعم، عندكم الجرايد الحائطيه، الخطوط، أيوة، الجميل، الخط الجميل، كيف الفكره كيف بتاعت التعبير نفسها. الحمد لله، ودائما يعني بحفزوهم، كان في الطابور، كان في احتفال، يعني دائما بحفز الطالب اللي هو مميز بالفن ولا مميز بخطه الجميل. نعم، الخط العربي. نعم. وحتى عندنا أستاذ معانا حاسة بدأ يدرب في المعلمات الخط العربي. جميل. وعمل الوسائل عن طريق المربعات. جميل. اللي هي بترسمي مربع وبيكون مخطط، بتكبريه على الحجم اللي انت دايراه. نعم. بتشوفي المربع ده فيه شنو من الرسمة، وقدرها بتكون الخط تعملي، أيوة، نعم، بكده بتطلع لكي مكبرة الرسمة ذاتها. جميل جميل. طيب يا أستاذة هندي، يعني احنا عايزين نرجع بالتعليم ده زي زمان، زي بخت الرضا. يا ريت يا ريت. محاولات طبعا منكم يا ريت. المدارس والله الحمد لله، الحمد لله، والله يا احمد الله الأكاديمية بس كثير المنهج دسم شديد، المنهج دسم، لكن والله بعد كده معانا الاستاذ كمال الطيب، هو مسؤول من النشاطات في المدرسة، نعم، من الرياضة الحمد لله، من البرامج للاحتفالات، البرامج الصباحية، يعني الحمد لله. جميل، ايوه، نحمد الله ونشكره استاف، والله يعني قدر ما اشكر ربنا، يعني ربنا ان شاء الله، ايوه، ما اقدر على جزاء، ايوه، الحمد لله. ايه رايك نشوف الهاشتاج ونشوف الاسئله اللي جاتنا عبر موقعنا على الفيسبوك؟ استاذه هند عبد الرازق هي معنا صاحبه مدارس التاصيل ودور التعليم الفعال. نشوف اكيد، احنا بننتظر طبعا اكيد فقرتكم دي بفارغ الصبر. حمزاوي الياس ال سيد، كل التحيه والشكر المتالقه دائما استاذه نهد بشير ولقناه انغام التي ابهرتنا بتقديم برامج مميزه وهادفه من اعلاميه لها امكانيات قويه واداء رائع. شكرا لك يا حمزاوي، وكثر خيرك كثير على الكلمات الطيبه. عبد الله علي، للنجاح اناس بيقدرون معناه، والابداع اناس بيحصدونه، لذا نقدر جهودك المضنيه، فانت اهل للشكر والتقدير، فوجب علينا تقديرك، فلك منا كل الثناء والتقدير. التحية للأستاذة ناهد بشير الطيب، وشكرا لك وكلامك جميل. شوريا كونكا، السلام عليكم، أنا طالب جامعي لكن بصراحة التعليم في هذا الزمن ضعيف. ده سؤال لك يا أستاذة هتجاوب عليه. أحمد إبراهيم الردام قال أحلى طلة لك، وإنت كمان يا رب دايما جميل، وإنت أبهرتنا أكيد بوجودك المعانا دايما بيكم، إحنا دايما بنبقى يا إخواننا، خليكم عارفين إحنا بنحبكم جديد، أنتوا دايما أحلى مشاهدين. حمد أبو براءة، السلام عليكم وأسعد نهارك الله يا رب إن شاء الله. جنة عبدون، وعليكم التحية كمان ولمقدمة قناة أنغام الفضائية. التعليم هو الأساس اللي بيقوم عليه الطالب من مرحلة الأساس إلى الجامعة. مع تحياتي لكم. محمد عبدون سعيد من الريف الشمالي قرية النوبة، أهلا بك. وأحمد عصام بيسلم علينا، وإحنا كمان، والأستاذة هندي أكيد بيسلم عليك، برنامج جميل ورائع، المعلم وأهم شيء في البلد هو الأب، التعليم أساس الحياة والمعلم هو الحياة، كلام جميل. ظافر محمد ود القنديل، كل التحية والتقدير أكيد، ولكن تأكيد، وإن شاء الله ربنا دائما يجعلنا دائما إن شاء الله نقدر نلبي كل رغباتكم أكيد، والتيم العامل والدكتور والأستاذة طبعا أكيد، وهي أم سيف الدين، تحية خاصة لوطنك الحبيب السودان، الأهل في الجزيرة، وتحية البرنامج الشيخ. دور التعليم فعال، والإنسان أن يتعلم، المتعلم له دور فعال في المجتمع والأمة، من المؤكد ذلك ولا للجهل طبعا. صوفيا النور من حييكي إحنا كمان، وتحية خاصة من والدتي دار الجلال عسيد، من معجبين بكم، سمياك البت المريحة، يا سلام، انت دايما اريح وحلوين، انت حلوين كمان، وانا بحبكم شديد، وكل المعلمين بالسودان، وللمعلمين مكان خاص، لانه والدي معلم بالمدارس الصناعية، وبجد قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. تحياتي للأستاذة الجميلة الضيفة طبعا اكيد، الأستاذة هناء
هند عبد الرازق. عبد الله علي للنجاح ذكرتها ولضيفتها قريناها يمكن يا عبد الله، لكن القناه الجميله انغام اللي ابهرتنا بتقديم برامج مميزه وهادفه من اعلاميه لها امكانيات قويه واداء رائع. شكرا لك يا عبد الله وكثير. محمد كمال السلام عليكم. هند مرحله الاساس، والاستاذه هند اللي في مرحله الاساس طبعا عندهم ثانوي كمان، ومن اهم المراحل قال مدرسه الاساس انها بيكتسب فيها الطالب يا محمد فعلا المهارات الاكاديميه والتربويه مع الظروف. بقيت انا شغال وامهم شغاله ونعتمد على المدرسه فقط في التربيه والتعليم، تنصحينا بشنو؟ شوفي دلين يا حليلهم شغالين هو ومرأة الاثنين يعني بيطلعوا من الصباح وبيجوا هلكانين اخر النهار. طيب بالنسبه لمحمد انا يعني نصيحتي له، انا بقول دائما انه الام تحاول تشوف شغل يقدر يمكنها بين الاثنين يعني عشان ما تهمل العيال. يعني ممكن اكون شغال واجي بعد المغرب، اكيد انا جيت مرهقه. ابسط شيء حقول لي زحمل من شعرك الله. لكن انا من اجي يعني. ايوه محتاج لي كلمه طيبه. انت لازم انا ارقبه في انه عشان هو يقدر يذاكر ويقدر يستوعب الماده دي. ولا كمان عندنا من المآسي نحن بتقابلنا، زي عليك الله انا الرياضيات دي ما بعرفها والله. كيف عايزه ولدك يعرف رياضيات وانت ما بتحبيها؟ او انا بكرهها. بكرهها من زمان كنت بليده فيها. ده الكلام بيحصل يعني، دي بجد مأساة يعني. ونحن دائما لاحظنا يعني الطلاب الضعاف في ماده الانجليزي والرياضيات انه في النهايه الام بتقول كده، وبتقول لك بكل اريحيه. تقول لك انا ذاتي ما بعرف. اشرح لهم منو بيشرح لهم منو؟ ما في زول بيعرف الحاجه دي. بالعكس انت مفترض تسعي، انت ما بتعرفي. يعني انا بقول لهم عندي مثال ام العالمه عبد الله الطيب. يعني قالوا امه جاهله ما كان بتقرا. لكن قالوا كان بتفتح الكراس بتاعه. دي ليه ادوك ليها غلط؟ غلبتك في شنو؟ انت اقل من الناس اللي ما فاهمه بس عارفه الغلط ده. عرفت الغلط يعني. ايوه يعني انت صح سبحان الله. وانا بقول لهم انا بتمنى انه كل ام تكون قدوه ليها. يا سلام. يعني هو الجهل ابدا ما كان عيب. ما كان عيب. ايوه. طيب اكيد بتمروا بمشاكل، كسؤال اخير لك، احنا طبعا خلاص في خواتيم هذه الحلقه، مشاكل بتكون موجوده معكم في المدرسه دائما من الطلاب؟ اكيد اكيد. يعني نحن عندنا من المشاكل يعني اللي هي السلوك العدواني. نعم. كويس. عندك السلوك الانفعالي. نعم. عندنا المشاكل الصحية. يعني دي كلها أنا بقول لهم بيكتسبها الطفل من هو صغير. نعم. من ما هو زي ما بيقولوا نطفة في بطن أمه. هي حتى بيقول لك الحبوبات، بيقول لك أنت زعلانة ما ترضعيه. نعم. المرأة دي حامل ما تزعلوها. نعم. لأنه الحياة دي حتأثر فيه. بعد ما بدأ يكبر سبب بلا سبب انا اروح ضرباه زح من وشي اعمل. يعني الحياه كلها ليها تاثير وبتخليه ولا شنو؟ ليه فلان دقاك؟ نعم. انت اقل منه بشنو؟ ما تدقه زي ما دقاك. انا كده ربيت فيه شنو؟ الجانب العدواني. ايوه. نعم. انا بدا يتكلم معي ولدي وبدا يعلي صوته علي. كويس. نعم. انا لو ثبتته من الاول خلاص. لكن ابدا انا هو يكورك وانا اكورك بكده حيطلع شنو؟ انفعالي. نعم. دي المشاكل اللي بتجيكم اكثر. ايوه. المشاكل الصحيه طبعا اللي هي التغذيه. نعم. بتبدا من الام وهي حامل ولما ترضع. يعني اذا التغذيه ما جيده في الطفل بيكون برضه كثير. هل كان غيابه كثير من المدرسه. نعم. يعني حتى يعني انا بقول لهم عدم فهم انه الافيد للطالب ده شنو او لابنك ده شنو. انه انا مفترض اديه وجبه متكامله. نعم. على الاقل عشان اضمن انه شرب لبن، اشرب له عصير، اكل له على الاقل يعني حاجه كده زي ما بيقولوا تسد جوعه لكن فيها فايده له. نعم. عشان اضمن انه هي تكون يقدر يقاوم المرض او الامراض الكثيره دي. نعم. وبتاثر اكيد عليه في تحصيله الاكاديمي ومن المؤثر على غيابه. أيوة. غياب. نعم. الكثير هذا يمكن سلسله مشاكل زي ما قلت بتبتدي من حمل هذا الطفل، من الحمل هو بصمه لغايه ما يطلع. ان شاء الله بنتمنى كل المشاكل دي تزول، ونتمنى لكم وكده التوفيق. استاذ هند عبد الرازق. يا رب. امين يا رب. الله يخليك. شكرا لك كثير. شكرا لك والله. شكرا للتيم كله. الله يجزاكم الله الف خير على الاستضافه دي، ودينا الشرف عظيم انه الليله نكون معاكي. شكرا لك وتعرفنا بك. تسلم ان شاء الله. شكرا استاذه هند عبد الرازق، اكيد مديره مدارس التاصيل بام القرى، اكيد هي عده مدارس ثانوي واساس. ونشكر معك ابنك محمد اللي جاي معنا في الاستوديو، ونشكر كمان الاستاذه اللغه العربيه الحاضره معك في الاستوديو استاذه امل عمر البابو. شكرا لك كثير. تسلم يا رب. جزاك الله الف خير.
أعزائي المشاهدين، إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج الأسرة والصحة. كانت في البداية أكيد مع رنا والرياضة وأهمية الرياضة بالنسبة للإنسان في فوائدها أكيد الصحية والجسدية والنفسية. من بعدها التقينا مع الدكتور محمد الأمين أخصائي النساء والتوليد والعقم، وتحدثنا عن أكيد الإجهاض المتكرر وعن أمراض النساء والالتهابات وأيضا الحمل خارج الرحم وكثير من المشاكل اللي بتهم المرأة السودانية. بعدها مباشرة كانت ضيفتنا المميزة الأستاذة هند عبد الرازق، وتحدثنا عن دور المعلم الفعال في التعليم وعن مشاكل الطلاب. إن الله حيانا وبقينا طيبين، وإن شاء الله وكلنا بخير. إن شاء الله نلتقي بكم كمان يوم السبت إن شاء الله 11 صباحا. إن شاء الله تابعونا بعدين في الإعادة 12:30. شكرا لكم.